السلام عليكم. الاسم احمد ثابت بشاره، شغال في المنظمه الدوليه للهجره، مساعد في المساعده عن الانتجراسيون، وداير بوجه لكم كلامي ده عشان الاي ام هي قاعده تبعت جهد كبير في رجوكم في البلد، ورجوكم في البلد هو بلين مهم لكن بقصتكم انتم، وداير نرسل لكم رسالتي عشان الاي ام دائما هي قاعده تخدم وتشغل دائما دور تساعدكم. ورجوكم في البلد لا كان من الدوله كان دار ترجو في بلدكم في تشات. الاي ام تجور موجوده قاعده في المطار وتجوبكم في سنتر ترانزيت انا تنوموا، وبعد النوم بعد بكره الصباح كمان نشوفوا كان عندكم هل عند فلوس انا توصيل بتاع منطقه ده نشوف ننتقل، وبعد ده كمان كان تعطونا الريم تدونا الرقم تدونا رقم كويس، وبعد ده كما شفت عشان تتصل لنا بالرقم ده في وقت سريع، وبعد الوقت سريع كان مش انا غيرت الرقم قلت تخبرونا كان انا فلان ابن فلان وغيرت الرقم، واننا دايرين نكلموك عشان ما تخافوا شيء، الاي ام هي قاعده موجوده في المطار معاكم، وبعد ده كان جينا في سنتر ترانزيت نعطوك الوصيه انت هدوك لو ده الوصيه بتاع الدعم اللي بعدوكو الدعم ما نعرفه هو كم فلوس بعدوكو، لكن عندكم فلوس البرجوكم برجوكم في منطقتكم، وبعد ده الاي ام تقدر الاي ام البلد اللي بيجيبكم تقدر تدوك تقول للاي ام تشات ناس تقدم مش كذا، لكن الكذا تدوك ده ما قرص ندوكو قرصه كش لا تعمل فوق تطوير معناته تعمل فوق او شركه او تعمل فوق مجتمع ناس اربع خمسه كنجو تسوى فوق مش الجروب ما، وبعد ده كمان تسوى فوق، وبعد ده كل البرد يعني يبقى له كويس عشان ببقى تثبيت في البلد كأن ده ما بخلوكم بتان ترجعوا في بلد الاخر، والاي ام هي نقول لكم كل الاي ام هي قاعده مضمونه وتضمن لكم كل شيء. ده رسالتي الاخيره وشكرا عليكم.